نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافة الرياضية ونتعرف سوا على أهم المانشيتات في كل الصحف والمواقع الرياضية المختلفة. وعشان نعمل ده بشكل مظبوط احنا معانا وعبر سكايب الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي اللي بنسعد بوجوده معانا في 10 الصبح في الأهلي. أستاذ صبري صباح الفل على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. صباح الفل أستاذ كريم، وصباح الفل النهارده، صباح الخير لكل الأهلاوية، إن شاء الله يبقى يوم حلو للجميع يا كلنا. رب، اللهم آمين. عايزين نبتدي مع حضرتك بقى على طول مع يلا كورة والمانشيت الرئيسي فيه بهدف بلس 90، كوكا يقود ألانيا سبور للتعادل قاتل أمام جالاتا سراي التركي. وسؤالي لحضرتك مش بس متعلق بيه كوكا، الحقيقة متعلق برؤيتك للمحترفين المصريين بشكل عام زي مصطفى محمد ومرموش وغيرهم. الحقيقه ان المصريين الموسم ده من بدايته بيقدموا مستوى كويس جدا وبيسجلوا كلهم تقريبا، سواء مصطفى محمد او تريزيجيه او طبعا صلاح او كوكا ومرموش في المانيا بيقدم برضه مستوى كبير وبيسجل. في الحقيقه يعني حتى الاسبوع اللي فات من الدوريات كلهم سجلوا، الاسبوع ده كوكا هو بيسجل تاني مباراه على التوالي وبيقدم اداء مميز جدا. المحترفين بادئين موسم كويس الحقيقة، وإن شاء الله يستمروا كده لآخر الموسم، لأن كل ده هيعود في الآخر على منتخبنا يعني. جميل جميل. طيب انا هروح معاك يا صبري، صباح الفل طبعا عليك، للعين الاخباريه، ده المانشيت الثاني اللي معانا بيتحدث عن فكره هنا يعني ازمه برضو كريستيانو وللعوده لمباريات يونايتد. يعني المانشيت بيتكلم هل ينكسر كريستيانو رونالدو على صخره تن هيج، ويمكن المانشيت كله بيتكلم عن استمرار ازمه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ومع المدير الفني، مع فكره هنا ماذا بعد مانشستر يونايتد، يعني الحاله اللي بيمر بيها في العموم كريستيانو رونالدو، لان هي بتقلق الملايين بصراحه كمان من عشاقه. فخلينا نعرف منك لو عندك تفاصيل كمان اكتر. هي الازمه بدأ طبعا من وقت التحضيرات للموسم الجديد. رونالدو عنده مشكله ان هو مش هيلعب دوري الابطال، فكان بيحاول ان هو يخرج في الصيف لاي نادي تاني يكون من الانديه اللي هتشارك في الشامبيونز ليج، لكن ما قدرش ان هو يتحصل على عرض مناسب بالنسبه له. الراتب بتاعه كبير جدا وصعب الانديه تدفعه، خصوصا هو وصل لهذه المرحلة السنية المتقدمة يعني. بالتالي هو ما قدرش يخرج في الصيف، قاعد على مضض. هو عنده مشاكل، هو مش شايف ان تن هاج مدرب كبير، وده كان واضح من البداية بالنسبة له يعني، او بالنسبة للي بينقل عنه من كلام. فحاصل صدام من اول موسم، شفنا في احدى المباريات التحضيرية ان هو غادر الملعب عشان ما لعبش. تن هاج وقتها عدى الموقف، اتكلم فيه بشكل علني في المؤتمر الصحفي، لكن ما خدش اجراءات ضد كريستيانو. لكن الامر تكرر مره تانية، فكان لازم وقفه من تن هاج. تن هاج بالنسبه له هو بيبني فريق جديد لمانشستر يونايتد اللي بقاله سنين بعيد عن المنافسه الحقيقيه وبعيد عن التتويج بالبطولات. فبالتالي هو بيبني حاجتين، بيبني هو شخصيته نفسه كمدرب في اول تجربه ضخمه ليه ان هو يقود نادي بحجم مانشستر يونايتد، وفي نفس الوقت الرؤيه دي بتتفق مع رؤيه الاداره بان النادي اكبر من اي اسم مهما كانت نجوميته ومهما كان تاثيره. وبالتالي هو عنده باور كبير جدا من الاداره ان هو يقف في وجه كريستيانو، ان هو يعيد تقييم الموقف ويقوم كريستيانو اذا سمحت له الفرصه بكده. الراجل خد اجراء بان يوقف كريستيانو عن التدريب مع الفريق الاول والحقه بتدريب فريق 21 سنه. لكن مش ده بس الاجراء الوحيد، هو طالب اعتذار صريح من كريستيانو على اللي عمله في المباراه قبل الماضيه. بالتالي هيكون في اجتماع ما بينهم، اذا الاجتماع ده ما كانش مرضي بالنسبه لتين هاج فكريستيانو هيواجه موقف صعب من هنا لحد يناير. في نفس الوقت اكيد الوكلاء اللي بيتكلموا باسم كريستيانو وبيدوروا له على مخرج وعلى عرض في يناير، العرض ده اذا توافر مانشستر يونايتد واداره مانشستر يونايتد هتوافق عليه فورا. فاحنا بنتكلم في امطار اخيره او ايام اخيره بيقضيها كريستيانو، حتى لو اضطر ان هو يستكمل الموسم، لكن هيكون موسم شاق عليه هو تحديدا، لان واضح ان الاداره واقفه تماما في صف المدرب اريك تن هاج، وعندها حق، لان بالتالي النادي دايما هيكون اهم من اي اسم ومن اي لعيب. هو كريستيانو بيواجه مشكله الحقيقه كبيره من وقت خروجه من ريال مدريد، لان حتى طريقه خروجه من ريال مدريد كانت بتقول ان هو شاف نفسه اكبر
من النادي في عز احتفالات النادي بالفوز بالتشامبيونز، بيخرج هو بيقول انا خلاص ماشي من هنا، وبياخد الاضواء كلها ناحيه هذا القرار. بالتالي القرار ده كان عقوبته ان هو في السنين اللي فاتت كلها من بعد خروجه من ريال مدريد ومسيرته على المستوى المهني، مش بتكلم على الاداء الفردي، لكن بتكلم على مستوى التتويج بالبطولات والزخم والتواجد، قلت كتير جدا. هو حسبها غلط من وقت اصلا بالظبط خروجه من بالظبط. مدريد. بص، هو بس في نقطة لأن البعض تحدث بشأنها، قالك فكرة هنا عدم مشاركته أو استبعاد كريستيانو رونالدو تحديدا من قمة تشيلسي هي كانت متعمدة يعني، وده برضو إلى حد ما بيشكل يعني ضغط أكبر على كريستيانو رونالدو، وبالتالي في الأول وفي الآخر اللي بيدفع الثمن هو مانشستر يونايتد، فده كان مش القرار الأفضل. ربما البعض برضو حمل تين هيج إن هو كمدير فني لازم يحسن شوية ويعرف إزاي يتعامل مع النجوم عنده، خاصة كريستيانو رونالدو. فدي الآراء، أنت بتشوف الكلام ده إزاي برضو؟ أنا بشوف إن الموقف اللي خده إيريك تن هاج موقف كويس جدا ومناسب للي بيحصل. زي ما بقول لحضرتك، مفيش لاعب مهما كانت نجوميته ينفع يكون أكبر من الفريق وأكبر من النادي. ولو هحط نفسي مكانه، لو عندي لاعب ساب الدكة ومشي من الماتش اعتراضا على إنه ما نزلش، المفروض أنا هواجه ده إزاي؟ طبيعي إن أنا هوقع عليه عقوبات. بالظبط اللاعب الكبير المفروض إن هو بيحترم اسمه، بيحترم نجوميته، بيحترم النادي اللي صنعه. فلما اللاعب الكبير المفروض ان هو بيتصرف تصرفات كبيره تليق بيه، فلما يتصرف تصرف صغير الحقيقه ان عقوبته كمان لازم تكون اشد من لاعب صغير صحيح. تصرف تصرف هو واضح ان كريستيانو فعلا بيعاني من مشاكل حاليا نفسيه، وده يمكن اتكلمنا عنها برضو في دراسه قبل كده اتعملت، فهو واضح ان الفتره دي ليست الافضل ابدا على الاطلاق لكريستيانو رونالدو. صحيح. نتمنى اكيد كمحبي لكريستيانو رونالدو هذا النجم الكبير ان هي تتحل في اسرع وقت، يعني هيبان خلال الفتره اللي جايه طبعا. هي واضح ان احنا معاصرين للحظات تاريخيه يا استاذ صبري، وبنشوف الايام وهي بتدور على اسماء كبيره في عالم كره القدم. يعني لما تيجي علينا لحظه صحيح. ان احنا نعرف ان حد زي كريستيانو رونالدو مره بيتدرب منفردا، مره يتدرب مع فريق 21 سنه، كل الامور دي فيها هزه صريحه للصوره الايقونيه لكريستيانو رونالدو. وطبعا ده شيء يعني بيسيء لكثير من محبيه وعشاقه وبيتضايقوا بموجبه. طيب اروح مع حضرتك بقى لموقع جول، والحقيقه العنوان الرئيسي في هذا الموقع بيتكلم عما يدور داخل الغرف المغلقه من ازمات بين نيمار ومبابي، وبطبيعه الحال الكلام ده اكيد بيبقى له انعكاس. المنشط بيقول مؤامره جديده، مبابي يستغل ميسي للتخلص من نيمار. وانا سؤالي لحضرتك، الحساسيه المفرطه اللي حاصله بقالها فتره، واللي حتى وصلت بقى خلاص لوسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضيه العالميه وكل الناس بتتكلم في الحساسيه والاوضاع اللي مش لطيفه اللي حاصله ما بين نيمار وما بين مبابي، الى اي درجه حضرتك شايف ان هذا الامر هينعكس سلبا على ادائهم شخصيا هما الاثنين وعلى الفريق ككل؟ هو احنا بالفعل بنشوف ده في السنين اللي فاتت. هي الفكره كلها راجعه من الاول لرؤيه الاداره للموضوع وكيفيه اداره فريق. يعني باريس سان جيرمان قبل ما قطر تستحوذ على النادي كان نادي، يعني مش عايز اقول نادي متواضع، لكنه مش من الانديه الكبرى في العالم يعني، وكان في رؤيه ان هم يحطوه في انديه الصف الاول في العالم، لكن الرؤيه دي كانت منحصره في انه يجمع اكبر قدر من النجوم مهما يعني. واحنا مش بنتكلم قوي في فكره النجوم دي هتكون لما تتجمع مع بعضها هتكون مفيده للفريق ولا لا، بس احنا عايزين يكون عندنا جلاكتوس، عندنا اكبر نجوم في العالم. فنادي كان لسه ناشئ وقتها او بيتطور او بيكبر، يعني مش ناشئ طبعا، هو نادي قديم، لكن في مرحله بينتقل فيها من مرحله نادي موجود في الدوري الفرنسي الاضواء بعيده ومنحسره لنادي المفروض انه يكون في بقعه الضوء. طيب احنا هنخبط في الكبار نشوف مين اللي مسمع دلوقتي في الدنيا، ميسي ولا في نيمار كمان؟ طب يلا ناخد نيمار وندفع فلوس كتير الشرط الجزائي. وهم بيجمعوا كل المسمعين في العالم على حد تعبير حضرتك، ما فكروش ولو للحظه في انه وارد جدا يحصل حاجه زي اللي بتحصل دلوقتي، فكره تضارب بقى نجوميه اللعيبه مع بعض واي بقى مشاكل نفسيه عند البعض، حد فيهم شايف نفسه اعلى من الباقيين؟ يعني اكيد النوع ده من المشاكل وارد ان هي تحصل في ظل وجود هذا الكم وهذه الكتيبه من اهم واشهر اسماء لعيبه كره القدم العالميين. هو كان في هدف بالنسبه لهم اهم، هم اللي كانوا مركزين عليه، ان هم يكونوا موجودين في بقعه الضوء،
يتصنفوا كنادي صف اول، فانا هجمع النجوم وبعدين نبقى نشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. اعتقد ان في موضوع امبابي من الاول، من اول ما كان في موناكو والصراع كان بينهم وبين ريال مدريد عليه، وقدروا ان هم يتفوقوا وياخدوه، وحتى في الصيف اللي فات اللي كان في كلام كتير جدا عن ان امبابي ممكن يخرج وتدخل الرئاسه الفرنسيه في الموضوع واشياء من هذا القبيل، كان كل الاهم باريس سان جيرمان ان هو لا ينكسر امام ريال مدريد، وان هو يقدر يحتفظ باللاعب ولو 6 شهور. يعني انا اعتقد دلوقتي ان امبابي مرحب بان هو يمشي من باريس بسبب الحساسيات اللي موجوده في اوضه اللبس، لكن في كلام برضو بيتقال وانا ممكن اكون مايل لتصديق هذا الكلام، ان روح اي حته الا ريال مدريد. فهي الفكره ان باريس عنده من الـ 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 مش عايز اقول العجرفه، لكن من الـ 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 مش عايز الاقي، مش قادر الاقي اللفظ المناسب، لا او من الكبر يعني، ان هو الاحساس مش عايز بالذات، ينكسر. يعني تعالى نسميها الاحساس بالذات، من الكبر والاحساس بالذات ان هو مش عايز ينكسر قدام ريال مدريد، فانا ممكن امشي مبابي يروح اي حته الا ريال مدريد. فبالتالي احنا شفنا حتى في الصيف اللي فات كان في مفاوضات جاده ما بين ليفربول وما بين اللي بيقال ان والده مبابي من مشجعيه وما بين مبابي، وكان في اجتماعات. اظن ان خروج مبابي ممكن يكون وارد جدا في يناير او في الصيف على اقصى تقدير. يعني ميسي ما اعرفش وضعه هيكون ايه في الصيف، في انباء ان هي بتقول ان هو ممكن يرجع لبرشلونه للاعتزال هناك. نيمار موجود في باريس محقق ارقام كويسه، واعتقد ان برضه خروجه هيكون بمبلغ ضخم جدا، مع تخطي ال 30 هيكون برضه من الصعب ان هو يحصل على عرض مناسب. باريس عندهم يعني قنبله او كبيره موجوده في اوضه اللبس، فاظن ان التضحيه باي هتكون بمبابي، لان هو بياخد اكبر عقد وهو سبب المشاكل الرئيسيه، بس في شرط ان هو الانتقال ده ما يكونش لريال مدريد، يكون لاي نادي تاني. فخلال من هنا ليناير او من يناير بكتير لاخر السيزون هيكون في الصورة حد هتتضح. رحل من باريس سان جيرمان، اعتقد ان هو هيكون بنسبه كبيره كيليان امبابيه. طيب هو مثلا الخناقه ما بين مبابي ونيمار انا مش عارفه ليه بصراحه، بس كل حال هو باريس سان جيرمان من ساعه لما يعني ضم اسماء كبيره ونجوم كبيره في كره القدم يعني في العالم، انا اعتقد ان كانت الى حد ما برضو فيها تخوفات، او ما كانتش الناس كلها مستبشره خير، وده فعلا اللي حصل. انت بتحط نجوم كبيره جدا مع بعض، ما اصبحوش ان هم بيتنافسوا مع فريق يعني منافس بس، هم بيتنافسوا كمان مع بعض داخل الفريق الواحد، وده اعتقد امر صحيح. مش كويس جدا، والامر راجع للمدير الفني ان هو كان لازم هو يبقى صاحب القوه او القرار في ان هو ازاي يسيطر عليهم. على كل حال سريعا جدا خلينا نروح معاك يا صبري اليوم السابع، والمانشيت بيتكلم عن فوز اتلتيكو مدريد طبعا على ريال بيتاس بثنائيه جريزمان في الدوري الاسباني. انا سؤالي هنا، طبعا احنا شايفين ان اتلتيكو يعني ماشي الى حد ما دلوقتي نسبيا نقول جيد، ويمكن كمان في ترتيب الدوري الاسباني هو المركز الثالث، لكن خليني اروح لسيميوني، تعتقد ان سيميوني هيستمر مع الفريق الموسم القادم ام لا؟ اتفضل. اظن بنسبه كبيره هو مفيش سبب يخليه يمشي، هي تجربه تشبه تجربه ارسن فينجر مع ارسنال، هو راجل بيحقق التارجت اللي مطلوب منه تماما. اتلتيكو مش من الانديه اللي كل سنه بتدور على انها تكون بتاخد بطولات تشامبيونز او دوري او، لكن عنده هدف دائم ان هو يكون موجود في التوب فور، موجود دايما في دوري الابطال، لان هو نادي بيعتمد على الاستثمار في بيع اللاعبين، كل سنة أو سنتين لازم يكون عنده نجم يقدر يبيعه بمبلغ كبير، بيطلع ناشئين وبيدور على مواهب في أمريكا اللاتينية أو في كل حتة أو في أفريقيا، بتكون مواهب صغيرة في السن، بيقدر إن هو سيميوني عنده القدرة إن هو يجهز اللعيبة دي ويلمعها، وبالتالي النادي بيقدر يحقق من وراها أرباح بعد كده مستقبلا في إعادة بيعها. فطول ما هو بيحقق التارجت ده موجود في دوري الأبطال وبيوصل فيه لمنطقة كويسة وبيقدر يطور لعيبة صغيرين وبيبيعهم، فهو بيحقق التارجت المطلوب منه زي ما كان أرسن فينجر بالظبط بيعمل مع أرسنال. لهذا السبب دييجو سيميوني هو أغلى مدرب في العالم، هو الأعلى أجرا في العالم وفارق كبير عن أي مدرب تاني، لأن الحسبة في أتلتيكو هي حسبة استثمار بحت، الموضوع مش موضوع بطولات، الموضوع موضوع بزنس.
انا بقدر احقق التارجت ولا لا. التارجت بتاعي معروف ان انا ابقى في التوب فور في الدوري، ان انا في دوري الابطال اوصل لمرحله كويسه، واقدر كل سنه او سنتين يبقى عندي نجم لاعب واعد كبير اقدر ابيعه بمبلغ كبير بجانب بعض اللعيبه التانيه اللي انا ممكن استفيد برضو منها ماديا سواء بالاعارات او بالبيع. فهو بيحقق التارجت تماما، فاعتقد ان هو مستقبله مضمون في اتلتيكو الا لو هو عنده راي تاني. انما كاداره اتلتيكو ما اعتقدش ان هي بتفكر في انها تستبدل سيميوني باي مدرب تاني. رائع جدا أستاذ صبري، بنشكرك جدا على هذه القراءة، شكرا ليك.